خليك في بيتك واستفيد من وقتك في تطوير مواهبك. انا اسوي كذا، انتم مش تسوون. I am coloring in my house. What are you doing? Stay in your home. انا جالس العب مع العيال كيرم، وانت الان شو تسوي؟ اتمنى من الجميع اتباع التعليمات حفاظا على صحة المواطن والمقيم. خلك في بيتك، كلنا مسؤول. انا بالبيت اتفرج على الاخبار. بس انت وش تسوي؟ انا في البيت تحدي باللعبه، انا اخوي خالد. الله يحمينا وياكم يا رب. انتم وين؟ وش تسوون؟ انصح نفسي وكل مواطن وكل مقيم بالالتزام بتوجيهات الجهات المختصة للحد من انتشار مرض كورونا، كفانا الله وإياكم شره. ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهم الله بحرصهم التام على صحة كل مواطن وكل مقيم، والله يشفي كل مريض ويرفع الوباء والبلاء عن العالم الإسلامي، وكلنا مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا مسؤول، مواطن أو مقيم على أرض المملكة العربية السعودية. أكيد شفنا هالمشاركات اللي تشاركونا فيها في برنامج كلنا مسؤول، ونعرضها ما بين الوقت والآخر. أرسلوا بقاطعكم على الرقم اللي يظهر لكم بين الوقت والآخر على الشاشة، وش قاعدين تسوون في بيتكم، وش الرسائل اللي تواجهونها التوعوية، ومدى التزامنا فعلا ووعينا المجتمعي الكبير اللي نراهن عليه في المرحلة القادمة في موضوع تباعدنا الاجتماعي حتى ينحسر تهديد انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا. الله يحمينا وياكم ويحمي وطننا الغالي من كل داء ومن كل بلاء بحول الله، وبتكاتفنا نستطيع بإذن الله أن نواجه وننتصر على هذا الفيروس. خلينا نبدأ معاكم اليوم بالإيجاز الصحفي، المؤتمر الصحفي اللي كان اليوم. متحدث وزارة الصحة ذكر أنه سجل في المملكة 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذكر كذلك في ثنايا ما ذكر أنه عدد الحالات المرتبطة بالسفر هي 3 حالات، وبقية الحالات هي من المخالطين. عشان كذا نقول كلنا مسؤول، وأننا فعلا نتقيد بالتباعد الاجتماعي والتزام البقاء في بيوتنا. وعندنا كل هالقرارات اللي جت منع التجول جاءت لأجل حمايتنا وحماية يعني المجتمع ككل من انتشار هذا الفيروس. خلينا نشوف يمكن هذا التقرير اللي فيه إيجاز للمؤتمر الصحفي. المملكة العربية السعودية سجل عدد 154 حالة جديدة للإصابة بهذا الفيروس. هذه الحالات منها 3 حالات ارتبطت بالسفر والقدوم إلى المملكة العربية السعودية من الخارج، وهي في الحجر الصحي منذ دخولها من المنافذ كخطوة استباقية تؤتي ثمارها أيضا بحمد الله. بينما بقية الحالات 151 هي لحالات مخالطة مجتمعية، لحالات سبق الإعلان عن أنها مصابة بهذا الفيروس وأيضا خضعت للرقابة الصحية بشكل استباقي ومبكر وربطت بالمخالطة. إجمالي الحالات بذلك يصل في المملكة العربية السعودية إلى 2039 حالة. من بين هذه الحالات 1663 حالة هي حالات نشطة. عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية، فبدلا من فصل الموظفين من العمل بسبب عدم القدرة على دفع الأجور، أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يتم دعمهم من خلال برنامج ساند. آلية الدعم ستكون بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يخسر العامل وظيفته، ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر للموظف المدعوم. طبعا في شروط معينة سنتكلم عنها لاحقا، لكن الهدف الأساسي هو أن يتم تعويض الموظفين من خلال صندوق ساند، تعويض نسبته تقريبا 60% من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 9000 ريال،
على لموظفي المنشآت العاملين في المنشآت القطاع الخاص المؤهلة وفقا للشروط والأحكام. اليوم كذلك كان في قرار سامي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما أمر باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشر من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي تكلم عن جهة تضررت أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعمل لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9000 ريال شهريا وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ذكر أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمنشآت المشمولة بالأمر الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين فأقل، ويصل الدعم حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت اللي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. طيب، معنا اتصال هاتفي للتعليق على طيب معنا اتصال الشباب، جهزوا اتصال، يعطيكم العافية. طيب خلوني في البداية ارحب بضيوفي اللي بيكونوا معنا عبر السكايبي. ارحب بالدكتور عبد الله الفوزان عضو مجلس الشورى امين عام مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني، كذلك ارحب معي بالدكتور مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، ومن امريكا بيكون معنا ان شاء الله الدكتور محمد الحاجي دكتوراه في العلوم السلوكية والاجتماعية للصحة العامة، كذلك لا انسى نرحب بجنودنا في الميدان مراسلينا من الرياض بيكون معنا زميلنا خالد الجبر، ومن المدينة بيكون معنا زميلنا جهاد الأهدل. طيب خليني أخذ جهاد. جهاد، أمس يمكن طلعت أخبار كثيرة شائعات وتمنى فيها بعد كذلك عن إعفاءات، عن إجراءات احترازية وعزل تام، يعني أمور كثيرة كانت تدور أمس وشائعات حول المدينة. عطني وش الخبر الصحيح والخبر المسؤول، وش الأوضاع اللي صايرة في المدينة؟ نعم زميلي خالد، رحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. بالطبع كما ذكرت زميلي خالد، منذ الأمس تتداول بعض الشائعات حول عدد من الإعفاءات في صحة المدينة هنا، لكن مساء تم نفيها من قبل المتحدث الرسمي لصحة المدينة. أيضا الحساب الرسمي لصحة المدينة عبر تويتر قام بنفي هذه الشائعات. ربما هذه الشائعات التي تتداول عبر الواتساب في الجروبات الخاصة بأهالي منطقة المدينة المنورة تتسبب بإرهاق مجتمعي أو ربما تؤثر على الكثير من أهالي المنطقة، لكن من هنا أيضا ندعو ونذكر ونجدد التذكير بأهمية استقاء فعلا المعلومات الرسمية من مصادرها الخاصة ومصادرها الرسمية المعنية بالإجابة عن هذه الأسئلة. طيب الأجواء بشكل عام، آخر الأخبار خاصة بعد الإجازة الصحفي لوزارة الصحة، يعني عطنا يعني الإجراءات الاحترازية اللي قاعدة تقوم في المدينة، كيف مثلا يعني المنطقة المركزية اللي حول الحرم المدني، عطني بشكل عام كيف الوضع؟ خالد، أنا الآن متواجد في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي كما تشاهد ويشاهد السادة المشاهدين. هناك التزام تام من أهالي المنطقة حيث يعيشون فعلا اليوم قرار منع التجول ل 24 ساعة. الملاحظ فعلا هناك التزام كبير ووعي من أهالي منطقة المدينة المنورة بهذه القرارات الاحترازية والوقائية لمكافحة هذه الجائحة. ربما ينقل لكم الصورة زميلي فهد من خلال
على عدسة الشاشة السعودية. هذا هو الدائري الأول في المنطقة المركزية بقرب المسجد النبوي الشريف. هناك التزام تام فعلا من أهالي المنطقة بتطبيق هذه القرارات، والجهات الحكومية كلها تتكاتف هنا في المدينة المنورة وفي جميع المناطق أيضا من أجل فعلا تطبيق هذه القرارات. طيب. التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم. جهاد شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لزميلنا المصور الله يعطيه العافية اللي أعطانا لقطات يعني عامة. نودي لما نطلع معكم فعلا نشوف اللقطات العامة وتعطونا آخر التحديثات والأخبار، وعطونا حتى أنتم في الميدان بعد كيف شايفين الأوضاع وشعوركم بشكل عام. خلينا نروح لخالد. خالد الجبر معنا من أحد الطرق في الرياض، عطنا الأجواء العامة، وش عندك يا خالد؟ نعم مرحبتين يا خالد، رحب فيك ورحب في المشاهدين الكرام وكل من يشاهدنا من خلال برنامجنا كلنا مسؤول. خالد أنا اليوم متواجد في شارع الخليل ابن أحمد، هذا الشارع شارع أو ما يسمونه شارع المعارض. جرت العادة يا خالد كل جمعة بعد الجمعة مباشرة هذا الشارع يعني مالك مكان أبدا. في اليوم نشوف تطبيق حظر التجول فيه، نشوف فيه مجموعة من دوريات الشرطة المتواجدة ودوريات المسح الأمني. اليوم خالد لما نتكلم عن هذا الشارع نتكلم عن مجموعة من الناس اللي مرتادين هذا الشارع، من الشريطية، من الناس اللي تبيع وتشتري فيه السيارات. اليوم زي ما تشوف ما في أي سيارة إلا الجهات المستثنى من هذا المكان. خليني أرجع يا خالد لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لما قال أنه في مجموعة من مخالفين الإقامة واستفادوا من الأمر الكريم وهم مئات. اليوم وزارة الصحة تسجل 154 حالة. اليوم اللهم لك الحمد لك الشكر في يعني مجموعة من الجهات الاختصاص اللي في الميدان، في أبطال من الصحة، في أبطال من 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 الجهات الأمنية، في أبطال من أمانة منطقة الرياض اللي تمسح وتعقم هذه الشوارع من بداية الساعة 3 بعد ما تخلص الجهات الأمنية من المسح للطرقات الرئيسية والفرعية. نتكلم أيضا عن طريق ديراب اللي شبه خالي من جميع المركبات ومن جميع الناس، سواء ناس في مركباتهم أو على أرجلهم، ما في أحد الحمد لله. يعني في وعي، وإن طلع لنا يعني بعض الحالات وهي بسيطة جدا لا تذكر. اليوم نشوف مستوى وعي كبير جدا من المواطنين والمقيمين. شكرا خالد الجبر مراسلنا من الرياض، شكرا كذلك لجهاد الأهدى المراسلنا من المدينة المنورة، شكرا المصورين اللي معاكم كذلك وقاعد يعطونا فعلا لقطات عامة للأجواء. خليني تعليقا على يمكن الخبر الأمر الملكي وأمر خادم الحرمين الشريفين بصرف أكثر من 9 مليار كتأمين كذلك وتعويض للموظفين السعوديين كدعم للجهات والشركات اللي تضررت من جراء هذه الأزمة، والضرر قد ينعكس كذلك على دفعها للالتزامات وراتب موظفيها. معي نادر الوهيبي وكيل أو مساعد محافظ مستعان للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية. أخوي نادر يعني بشكل عام يعني هذا القرار يعني جاء يمكن في مرحلة احتياج كبيرة، تحديات تواجه كثير من القطاعات واللي تضررت فعلا من هذه الأزمة باستثناء يمكن قطاع الاتصالات، قطاع التغذية يعني اللي يمكن لم تلحق الضرر بشكل كبير. آلية صرف هذا الدعم، هل سيصرف للشركات أو الجهات أم سيوجه هذا الدعم مباشرة للموظفين؟ هناك تساؤلات. شكرا جزيلا أخوي خالد على الاستضافة، وشكرا لكم على القيام بهذا البرنامج، وشكرا لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم للعاملين في القطاع الخاص واستشعار لجهات للمنشآت القطاع الخاص وللعاملين في القطاع الخاص. الحقيقة مثل ما انت عارف أخوي خالد أنه القطاع الخاص يمر بظروف صعبة جراء يعني قلة المداخيل وقلة الإيرادات بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا. فاللي حاصل الآن أن أصحاب العمل بدل ما يفصلوا موظفينهم
وبالتالي يتعرض الموظف في القطاع الخاص إلى البطالة طويلة المدى ولا يعلم متى يستطيع العودة للعمل، أمر خادم الحرمين الشريفين ببعض الاستثناءات بأن يحافظ الموظف على وظيفته لدى صاحب العمل، وصاحب العمل غير مطالب بدفع أجوره، وعلى أن يقدم صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية يقول يا التأمينات الاجتماعية لو تكرمتوا ادفعوا راتب موظفي، أنا لا أستطيع أني أدفع راتب موظفي. فتجي التأمينات الاجتماعية وتتحقق فعلا أن صاحب العمل من ضمن الجهات المخولة للحصول على هذا الدعم، إذا طبقت عليها الشروط تدفع 60% لهالعامل خلال هالفترة هذه لمدة 3 شهور قابلة للتمديد، فتدفع التأمينات الاجتماعية 6 شهور من أجر العامل، وبعد إن شاء الله 3 شهور أو بعد انتهاء الأزمة بمشيئة الله يرجع العامل لوظيفته وكأن شيء ما صار. فالقرار الحقيقة يأتي من استمرار حقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لرعاية والحرص على المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص من المواطنين السعوديين. طيب يعني نادر، يعني الآن لنفترض مثلا الناس في القطاع الخاص تتباين رواتبهم في القطاع الخاص، يعني بعضهم تلقى مثل راتبه 6-7، بعضهم تلقى مثل 15-20، اللي يعني البعض يقول يمكن اللي رواتبهم بين إلى 9 تمام يمكن ما راح يتضرر بشكل كبير، لكن اللي رواتبهم أكبر بيصير عندهم تحديات أكبر، يعني يمكن الدعم يغطي جزء من التحدي، لكن كيف تنظرون هالجانب؟ صحيح، هو طبعا الدعم اللي هي بالمقابل الموظف طبعا لا يمارس أي عمل في هالفترة ومنشأته غير قادرة على دفع أجره أساسا، عشان كذا لجأنا لهالآلية. والمؤسسة إن شاء الله إذا كان موظف يعمل من ضمن الجهات المقبولة ستدفع 60% من أجره بحد أقصى 9000 ريال. طبعا 60% هذه اللي نص عليها نظام ساند، وفقا لنظام ساند على أساس أنه إن شاء الله تكون كافية لتعويض المستفيدين، وبحد أدنى أنها ما تقل عن بالنسبة للأشخاص اللي رواتبهم متدنية ما تقل عن 2000 ريال. وبسألني عن آلية الدعم أخوي خالد، آلية الدعم ببساطة، المنشأة اعتبارا من إن شاء الله يوم 8 أبريل ستتاح المنشأة خاصية التقديم على هالدعم في موقع التأمينات، المنشأة هي اللي تقدم الدعم أولا وليس التأمينات وليس الموظف، فتجي المنشأة وتدخل على موقع التأمينات تطلب الدعم، إذا قبلت يطلب منها تحديد الموظفين اللي تبغى انها يعني تعلق اجورهم لفتره معينه. طبعا المنشاه متاح لها اذا كانت عندها خمس سعوديين فاقل متاح لها انها تعلق كل السعوديين اللي عندها، لكن اذا كان اكثر من 5 سعوديين فبحد اقصى 70% من اجمالي السعوديين العاملين عندهم، فيختارون الموظفين هذول، يختاروا الموظفين هذول بتوصل رساله للموظف انه تراك انت مؤهل لدعم ساند عشان ما تخسر وظيفتك ولا تصير عاطل عن العمل. جميل، احنا حفظنا لك وظيفتك حطيناها على جنب، تعال بنعطيك 60% الين ان شاء الله تنتهي هالازمه بعدين ترجع لوظيفتك وكأن شيء ما كان. شكرا اخوي نادر الوهيبي مساعد المحافظ مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، يعني دعم حقيقة في محله وفي وقته بعد، واكيد في تحديات كثيرة، يعني 1,200,000 موظف في القطاع الخاص يتساءلوا عن وضعهم إذا استمرت الأزمة، لا قدر الله إن شاء الله بحول الله نستطيع أن نواجهها بأقل الأضرار وأقل المخاطر. يبقى التحدي أكيد الإخوان اللي في القطاع الخاص، هذا جاكم دعم من الدولة، يعني مع التحديات اللي تواجهكم، وسبق أن قلنا لا يكون أول يعني قراراتكم لتقليل تأثير تبعات اقتصادي هو بالاستغناء عن شبابنا وبناتنا اللي يعملون في القطاع الخاص، دعموا الآن ودعمتم لأجل أن تمكنوا يعني تقومون بصرف رواتبهم والتزامات المالية الخاصة بهم، فلا يجينا حد ما 77 ولا غيرها وقد يستغني عن أبنائنا، احنا في ظرف يحتاج تكاتفنا جميعا، والقطاع الخاص إن شاء الله بدعم الدولة سيقف على قدميه وبقوة ويسهم إن شاء الله في دعم عجلة الاقتصاد البلد. خلوني أرحب بضيوفي من جديد اللي بأخذ معهم اليوم بحلقة أبغاها يعني تكون حلقة للناس وبيوتهم مريحة، بمعنى الآن يمكن عند الناس تخوف، بعضهم الناس عندهم خوف سلبي، عندهم هواجس كثيرة وقلق مع فترة كورونا، كيف نتعامل نفسيا واجتماعيا مع كورونا؟ رحب بضيوف دكتور عبدالله الفوزان الله يعطيه العافية عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أرحب كذلك بضيفنا من أمريكا الدكتور محمد الحاج، ألف مبروك حصولك على الدكتوراه خلال الأيام الماضية، ورحب كذلك بالدكتور مشعل العقيل استشاري الطب النفسي اللي معانا كلهم عبر سكايبي. أبيكم اليوم تدخلون للناس ببيوتهم وتحللون الموضوع نفسيا واجتماعيا
داخل البيوت، ايش قاعد يصير مع التباعد الاجتماعي بعد الفاصل. هدوء يعم الشوارع وامتثال بالتعليمات تبقي المواطنين والمقيمين في المنازل ليعتاد الجميع على هذه الأجواء من الأمن والاستقرار وإعادة لبعض الأولويات والترتيبات. البقاء في المنزل له إيجابيات سلبية. الإيجابيات إن شاء الله إنه يحد من انتشار فيروس كورونا ويساعد القضاء عليه. أيضا تقدر أنت تستغل وقت بقائك المنزل وتطوير من ذاتك، البحث في الإنترنت عن المعلومات وعن الدورات، تقضي وقت ممتع مع عائلتك. تباعدنا نعم، وليس سهلا على الإنسان بطبيعة التباعد والابتعاد عن زيارة أهله وأحبابه ومزاولة أموره، تعتبر بمثابة التوقف التام عن أمور حياته. أيضا قد تدخل في دائرة المشاكل النفسية، الاكتئاب، القلق، الخوف. لكن إذا أدرك الإنسان واستبصر بأهمية هذا التباعد من أجله ومن أجل أحبابه، هنا تأتي الوقفة وتتغير النظرة. من وجهة نظري أشوف أنه هذه الفترة بما أنها أكثر هدوء وخففت علينا التوتر والسرعة اللي موجود في حياتنا اليومية والعملية، فسمحت لنا أنه إحنا نراجع حياتنا ونراجع ذواتنا ونواجهها ونشوف إيش السلبيات وإيش الإيجابيات وإيش اللي حابين إحنا نغيره وإيش اللي حابين إن إحنا نستمر عليه في الحياة. ليشكل بذلك التباعد الاجتماعي فرصة للتفرد بالذات ومنحها قسطا من الراحة وممارسة للأنشطة المنزلية التي كان الإنسان يتوق إليها خلال زحمة انشغالاته اليومية العادية، مع الحرص على الابتعاد للتعرض بشكل مستمر لوسائل التواصل الاجتماعي أو المتابعة لأخبار فيروس كورونا، لكي لا يترتب على هذه الأمور تزايد من القلق والتوتر لدى العامة، مما قد يساهم بذلك بضعف الاستجابة المناعية للفيروسات لدى البعض. الاستفادة من الأوقات بفعاليات إيجابية تعزز لدينا الثقة في مواجهة كل الأزمات بثقة عالية. لبرنامج كلنا مسؤول، عبد الله الصبيعي. شكرا لزميلنا عبد الله الصبيعي، ولعلي انطلق وابدا مع الدكتور عبد الله الفوزان. دكتور عبد الله، يعني مع هالظروف السؤال المطروح، تباعدنا الاجتماعي هل قربنا اسريا واوجد حوارا غائبا كان داخل البيت الاسره السعوديه؟ اهلا وسهلا اخوي خالد، وحياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات وضيوفك الكرام. سعيد جدا بان يكون معك هذا اليوم، وكنت اتمنى ان نكون وجها لوجه، ولكن تباعدنا بطبيعة هذا الظرف الاستثنائي إن شاء الله تعالى. أولاً إذا تأذن لي أخوي خالد، دعني بس فقط كتمهيد، الله يعطيك العافية، أنه حقيقة يجب أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة وبهذه الجهود الرائعة حقيقة التي قدمت المملكة العربية السعودية كنموذج رائد في التعامل مع هذه الجائحة التي تجتاح العالم اليوم ويذهب ضحيتها الآلاف. إذن هذه كتمهيد. فيما يتعلق في قضية التباعد الاجتماعي، أنا أعتقد أن هذه الجائحة هي فرضت بطبيعة الحال هذا التباعد الاجتماعي للحد من انتشار هذا الوباء القاتل مع الأسف. فلذلك أنا أعتقد أنه نعم، هناك إعادة ترتيب إذا شئت يا أخي خالد والمشاهدين والمشاهدات لعلاقاتنا الأسرية من جديد، بمعنى أن أعادتنا إلى بعضنا البعض أدت إلى حالة من التقارب. هذا التقارب بطبيعة الحال وتداعياته تعتمد من أسرة إلى أسرة ومن درجة الوعي لدينا في طبيعة كيف يمكن لنا أن نستثمر هذا القرب العائلي حقيقة ما بين الزوج والزوجة والأبناء فيما يخدم ويقوي ويمتن هذه العلاقة. نعم، كما قلت لك، قد تكون هذه العلاقة إيجابية بشكل كبير جدا للناس الذين لديهم فعلا وعي وإدراك بكيفية إدارة هذا الواقع الجديد في العلاقات الأسرية، وقد لا سمح الله تكون سلبية في بعض الحالات التي لا يكون هناك
قدرة على إدارة هذه. طيب كيف يمكن تكون سلبية دكتور؟ يعني البعض يعني أنا مثلا يعني بعض تداول حتى بعض النكات أنه يعني على الزوج وش وضعية الزوج كيف بالبيت وهو بالمطبخ، وبعض النكات على النساء وعلى الزوجات، والحريم الحين قلقات وتعود أن يروحون ويجون، والرجال تعود أن يروحون لدوام. صار البعض يقول يعني مقابل يعني قدامي أم عيالي، والمرأة تقول مقابل زوجي قدامي، فصار في توترات عند البعض خاصة مع الأجواء العامة والقلق، وصير مشاكل، وحتى بعضهم عاد يمكن بعض يعني راح لتوقع سلبي، ونخشى أحيانا تكثر المشاكل وتروح لما هو أبعد من ذلك، بما هو تباعد اجتماعي، صار حتى تباعد أسري، يعني تكون مشاكل أسرية بين الزوجين. إيش رأيك؟ أنا أقول أخي خالد هي تعتمد على قدرتنا فعلا على إدارة هذه المرحلة، بمعنى أنه قربنا من زوجاتنا وقرب زوجاتنا منا وقربنا من أولادنا ممكن استثمارها بشكل إيجابي، بمعنى ممارسة أنشطة. يعني أنا قبل شوي كنت ألعب كيرم مع عيالي، وأيضا كنت ألعب كورة أنا وياهم حاطين جدة في 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 البيت وقاعدين نلعب، يعني ما كانت هذه الأمور تحدث سابقا. أيضا في طبيعة العلاقة مع الزوجة هي علاقة الود والاحترام، تبادل الآراء، وأحيانا التباعد بشكل أو بآخر من خلال استخدام وسائل التقنية أحيانا لمتابعة أمور معينة، أو المشاركة في مشاهدة أفلام مشتركة، أو على الأقل وهذه أبشرك سويتها أنا وعيالي اللي هو الفحص، فحص المعلومات والاختبارات وعمل الغاز وغيرها. حلو، غيرت الجو العام. جميل جميل. طيب أرجعك يا دكتور، خلينا نروح للدكتور مشعل. دكتور مشعل، يعني الجانب النفسي أتوقع مهم جدا، يعني البعض يعني يمكن أتكلم عن القلق الجمعي اللي يصير يتأثر بالمحيط اللي هو فيه، حتى كان في تباعد اجتماعي، محيط الأسرة، الأخبار، البعض تلقى تأثر عليه الأخبار السلبية، ولا هالشاشة السوداء. يعني ودي بعد شباب يطلعونها الله يعطيهم العافية، الشاشة اللي فيها متابعات للحالات الإصابات في كورونا حول العالم، اليوم بلغ حول 1,000,000. هذه تمثل يمكن يعني هذا الشاشة اللي أتكلم عنها، اللي أتوقع كثيرين قاعدين يتابعونها. وأنا أقول اللي عنده اللي ينضغط أو يقلق أو يخاف زيادة لا قد تتابع، يعني صحتك أهم من النفسية. هذه الجوانب النفسية بين القلق، الخوف، الاكتئاب، الهلع، الملل، عطني بشكل عام يا دكتور. أهلا أستاذ خالد، وسعيد باستضافتك ووجودي مع ضيوفك الكرام. طبعا يمكن النقطة الأولى اللي نحتاج أنه نحن نعرفها أنه القلق شعور طبيعي، وأي تغير يصير في حياتنا، سواء تغير باتجاه شيء سيء أو باتجاه أو في ظل أزمة سيئة، أكيد متوقع أنه يصير القلق. لكن اللي إحنا محتاجين أن إحنا نعرفه في هالفترة أنه كيف أقدر أتعامل مع قلقي بحيث أنه ما يتجاوز الحدود الطبيعية، ويبدأ يأثر على علاقاتي مع اللي حولي، فأصير سريع انفعال، أصير متوتر، يبدأ يأثر علي جسديا، فتبدأ تصير عندي آلام، مشاكل معينة، ارتفاع في الضغط، في السكر، في الناس اللي عندهم أمراض معينة، وكيف ممكن ما يأثر برضو اللي علي اجتماعيا بحيث أنه ما يأثر على علاقاتي مع اللي حولي. فالقلق متوقع في هذه الفترة، لكن اللي احنا محتاجين احنا نركز عليه اللي هو كيف ممكن القلق لا يتعدى الحدود الطبيعية، وخصوصا مع أزمة كورونا. الغموض اللي يحيط هذه الأزمة كمان دافع أكثر للقلق. غموض متى تنتهي الأزمة، تساؤلات لحد الآن ما لها إجابة واضحة، انه الوضوح في الانتقال، رغبة الضمان في أني أنا قاعد أخذ احتياطات، الاحتياطات هذه تقيني بنسبة كبيرة لكن ما تقيني بنسبة 100%. كل هذه الأشياء محتاج أن أنا أتعامل معها، وسلاحي الأكبر في هذه الفترة اللي هو التقارب الاجتماعي. إحنا قاعدين نتباعد جسديا لكن نتقارب اجتماعيا. الميزة في هالفترة أنه أول إذا كان الواحد عنده محيط اجتماعي واحد فقط، حاليا صار يتنوع في محيط الاجتماعي حتى في التواصل عن بعد مع الآخرين أو مع الزملاء والأصدقاء والعائلة. فأشوفها أنها فترة. طيب. لو جيت قبل أتخيل مثلا قلت له تفضل، أنا بجيك يا دكتور، بس خليني أروح للدكتور محمد الحاج أمريكا. دكتور يمكن يعني أنت من الناس اللي وضحوا موضوع فكرة التباعد الاجتماعي بطريقة يمكن بسطت للناس لماذا يتم اللجوء لموضوع التباعد الاجتماعي. أبغاك توضحها يعني باختصار، وبعدها بنطلق معاك في تأثير هذه الأزمة في تغيير سلوكياتنا المجتمعية. تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا. الحديث عن التباعد الاجتماعي لربما يكون ذو أهمية كبرى فيما يخص بفيروس كورونا مقارنة بالفيروسات والجائحات السابقة، لأن فيروس كورونا لديه مدة حضانة تمتد من 5 إلى 24 يوم، قد يكون في أجسادنا لكن إحنا لا نعاني من أي أعراض، فبالتالي الفترة هذه ممكن تكون فترة خداعة تعطينا انطباع ووهم ان احنا سليمين معافين، ولكن في الحقيقة الفيروس يعيش فينا داخلا، وبأي كحة وبأي سعلة قد ينتقل للآخرين في الخارج، في السوبر ماركت، في الممرات، في الشوارع وما إلى ذلك. فمن هنا جاءت أهمية التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا بالتحديد، ويعني الرسالة اللي دائما تكرر في كل دول العالم الآن أن الأنظمة الصحية وإن كان النظام الصحي في المملكة رائع ومتماسك ولله الحمد، إلا أن هناك طاقة استيعابية معينة لكل نظام صحي، فإذا كلنا احنا مرضنا في نفس الوقت سربما نرهق النظام الصحي ونرهق الطواقم الطبية، بحيث أنه لا أحد يستطيع علاجنا ولا تكون هناك أي سعة سريرية لعلاجنا كما يحدث الآن في إيطاليا وكما يحدث في أسبانيا. طيب، وهذا يمكن التحدي الأكبر. بكمل معاكم وأنا أدعو مشاهدينا كما ذكرت تعالوا القلق والهواجس اليوم، خلونا نفكر منطقيا أسباب هذا الهلع، هل هو مبرر عند البعض، وكيف نتعامل نفسيا واجتماعيا مع الأزمة بعد الفاصل. يا أهلا فيكم من جديد، خلونا نشوف حنا وياكم لقطات مباشرة من المدينة المنورة حماها الله ومن الرياض حفظها الله لهذا في أثناء التوقيت. هذه اللقطات من المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وكذلك لقطة من أحد الشوارع والتأهب والاستعداد الأمني أكيد، وحرص رجال الأمن على ضبط منع التجوال. شوفوا التنسيق والترتيب، شوفوا كيف العمل المنظم اللي عند حقيقة يمكن رجال الأمن، والتوجه والتوزع إلى عبر كل المواقع بتنسيق وتكامل وترتيب، والله نفخر فيه، يعني فعلا نفخر فيه. شوف كيف العمل الكبير يعني والجهود المبذولة على أرض الميدان لرجال الأمن، عساهم على القوة هم ورجال الصحة وكل مواطن الظروف تستدعي منها أنه يعمل ويخرج في أوقات منع التجوال، إعلاميين ولا حتى موظفي الحكومة في الأجهزة اللي تستدعي تواجدهم أيا كانت هذه القطاعات، أو حتى في القطاع الخاص اللي يقدمون خدمات للمواطنين ويستدعي تواجدهم في مقر أعمالهم، أكيد مع الاحترازات داخل مقر الأعمال، وهذه مسؤولية الجهات نفسها. طيب، عندنا مقطع اليوم يمكن حقيقة أنا حبيته بشكل كبير، حبيته لعدة اعتبارات. إحنا دائما نقول المواطن المسؤول أكيد، لكن حتى لازم نقول حتى المقيم المسؤول، نشيد بالمقيم المسؤول. أحد المقيمين رصد أحد التجاوزات، وش هي؟ نتابعها مع بعض. الفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه حاليا ده لأحد صالونات الحلاقة اللي موجودة. شوفوا الطريقة اللي الناس بتدخل بيها واللي بتخرج بيها، واللي هو عارف إن هو بيخرج بيها القانون على الرغم من وجود حظر ومنع التجوال، وعلى الرغم من وجود حظر وكل زي اللي موجود في مكة وموجود في المدينة وحجم المعاناة للكل فيها، إلا إن في ناس لسه عندها استعداد إنها تخرق القانون. أنا بالفعل بلغت عنه الاختصاص، اختصاص الأمانة والبلديات، عشان لو حد شاف قدامه غلط لازم يبلغ عنه. كلنا مسؤولين، كلنا عارفين الحالة 31 اللي كانت موجودة في كوريا الجنوبية واللي أدت لآلاف من الإصابات. ما يبقاش العالم والناس دي كلها بتعمل الإجراءات الاحترازية اللي موجودة وحجم الخسائر المادية اللي موجودة في سبيل العامل البشري، ويبقى العامل البشري هو بيعمل كده. يا أخي الزم بيتك واتقي ربنا فينا، من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا مواطن مسؤول عنده معرفة، وإحدى من المعرفة هي سلاح يعني الإنسان في التعام. هذا المقيم مسؤول كذلك، بلغ الجهات الأمنية على هالمخالفة عند هذا الحلاق اللي فاتح مغلق وقت. طيب، كيف تجاوبت مع الجهات الأمنية وكيف كان ردت فعله؟ نشوفها. لأول مرة أحس أن أنا برد الجميل للمملكة على كل الخير اللي أنا فيه وكل المدة اللي أنا عشتها فيها. لأول مرة أحس أن في فرق ما بين الصح وما بين الغلط، وأن الغلط غلط والصح صح. لأول مرة أحس أن أنا ما ينفعش أشوف غلط واسكت عليه، ما ينفعش ضميري يقول لي لا وانت مالك وانا مالي على ايه، ده غلط، ده كارثة ممكن تحصل وتدمرنا كلنا. شكرا وزارة الداخلية،
شكرا أمانة الرياض على التجاوب. شكرا للرجالة اللي نايمين في بيوتنا ومطمنين إن الرجالة قايمة بشغلها صح. شكرا للرجالة اللي عايشين في حماهم بعد حما ربنا سبحانه وتعالى. وشكرا لك أنت كمقيم مسؤول حقيقة في البلد، يعني على هالوعي اللي عندك المرتفع. أتمنى أنك تتواصل معنا، يعني أتمنى هذا المقيم يتواصل معنا. شوف طلعوا لي رقم التواصل الله يعطيكم العافية، يعني يرسل لنا عبر الواتساب حتى نتواصل معه. يستحق أننا فعلا يعني نحتفي به، وكل واحد عنده المسؤولية. ولعلي أخذ من الدكتور عبد الله الفوزان تعليق، هذا مقيم مسؤول يا دكتور، احنا نقول دائما المواطن مسؤول، وعندنا بعد المقيم المسؤول. تعليقك. لا شك أنه أخوي خالد المقيم هو بمثابة المواطن، مسؤوليته لأنه هو عايش معنا، وبالتالي ما يحدث للمجتمع سيحدث له هو. فلذلك استشعار المسؤولية هنا من قبل أخواننا المقيمين هو أنا أعتقد أنه رد للجميل، وأيضا هو حماية لأنفسهم بأنفسهم، واستشعار للمسؤولية. وهذا لا يستغرب حقيقة من أصحاب الضمائر الحية، من الناس مثل هذا المقيم بارك الله فيه على هذا الدور الريادي في الإبلاغ عن مثل هذا السلوك الذي يمكن أن يضر آلاف مؤلفة من البشر. وبالتالي نحن مثلك أخي خالد نقدم له الشكر الجزيل، ولكل من هم من أمثاله ممن يستشعرون أنهم فعلا في بلد احتضنهم وفي مجتمع يعني محتضنهم، وبالتالي مسؤوليتهم مشتركة مع أخوانهم المواطنين. جميل. في حماية هذا الوطن و مكافحة هذا الوباء بإذن الله تعالى. طيب خليني أروح للدكتور محمد الحاج. دكتور محمد، يعني هناك ما يطلق عليه بالتضخيم الاجتماعي للمخاطر، يعني سيكولوجيا، وأنا أتوقع أنه يمكن هذه يعني الآن نقول حتى وانت في البيت أنت تبقى متصل بمتابعة يمكن الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يمكن بعد تكثر الشائعات في أوقات الأزمات، وبالتالي يصير الإنسان يعني بالقلق، حتى هو بالأسرة يمكن قلق أبنائه ولا زوجته، قلق أصدقاء أو هواجسهم، تكون حالة موضوع التضخيم الاجتماعي المخاطر. هذه الزاوية كيف يمكن يتعامل معها الإنسان بحيث ما تؤثر عليه سلبا على يعني سلوكه وعلى نفسيته؟ أعتقد أنه ينبغي أولا استشعار الخطر بقدره الصحيح مثل ما تفضل الدكتور، حول أن هناك مستوى من القلق الصحي. يعني نعرف من الجائحات السابقة أن أكثر الأشخاص التزاما بالاحترازات الصحية هم أولئك القلقون بنسبة متوسطة. كلما زاد القلق بشكل مبالغ فيه أصبحت هناك تصرفات غير منطقية لربما تكون ضارة جدا ولها تبعات أخرى يعني تتجاوز السيطرة على الوباء الحالي. فبالتالي نسبة كمية من القلق هي حميدة. تقنين مصادر الأخبار وأوقات استقاء الأخبار نفسها يجب أن يكون مقنن. النصائح الآن الموجودة من منظمة الصحة العالمية والكثير من المنظمات العالمية أن لا نعرض أنفسنا إلى أكثر من مرتين في اليوم لأخبار كورونا، ولكن الآن هذا قد يكون صعب جدا في زمن تويتر وزمن السوشيال ميديا وكل ما يحف فيه من تيارات متدفقة من المعلومات. فأعتقد الانشغال بأشياء جانبية قد يكون أفضل حل لهذه الأزمة. يعني حتى يمكن في قاعدة يمكن حتى يمكن في الأخبار فيت بليدز ات ليدز، يعني إذا انتشر يعني إذا كان فيه تكاثر الدماء تكاثرت المشاهدة وتقود المتابعة. ونتكلم عن الأخبار السلبية اللي هي عدد الحالات المصابة بالفيروس كورونا، وهذا يدعون تساؤل حتى يمكن الدكتور مشعل من ناحية نفسية تأثير هالأخبار السلبية. يعني حتى يقولون يمكن الخبر السلبي الواحد تحتاج إلى يعني إلى ثلاث أخبار إيجابية حتى تمحو أثر خبر سلبي. والناس قاعدين يتابعون حتى في كل يعني وين التفتوا، لا مواقع التواصل لا سؤال في الناس، كل أخبار سلبية. كيف يمكن تؤثر على نفسية الإنسان، تزيد القلق عنده؟ الناس اللي عندهم اكتئاب أو قد يخشون أن هذا تواجدهم في البيت قد يؤدي للاكتئاب بعد. طبعا نقطة جدا مهمة. أحيانا كثير الواحد يحاول بحثه في مصادر غير رسمية عن شيء يطمئن فيه قلقه، لكن للأسف أنه يروح بقلق يرجع بقلق مضاعف بشكل أكبر. فبالتالي تلقاه يبحث مثلا في الأشياء اللي تخص التطعيمات، في الأشياء اللي تخص الأدوية الجديدة، ثم يحبط إذا عرف والله أنه هذه الأخبار غير صحيحة. فالأفضل أن الواحد يلتزم بالمواقع الرسمية، وخصوصا موقع وزارة الصحة أبدا ما قصر في هالفترة في بكل شيء
شفافية، يعرض كل المعلومات ويكون ويرد على الإشاعات أول بأول. وأعتقد أنه هذه الطريقة المتبعة عن طريق حسابات والتواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة كانت جزء منها مخصص لأنه شلون يتعامل مع قلق الناس المحيطة، والقلق أساسا يعني حتى التفكير الكارثي اللي موجود عند الآخرين هو ما هو بشيء جديد صار معهم، لكن جاء كورونا خلنا نقول استثار الأفكار الكارثية اللي موجودة عندهم. لكن الأهم في النقطة أنه ترى الشخص القلق تراك ما تأثر بس على نفسك، تراك تأثر على اللي حولك والأخص الأطفال. الأطفال يتأثرون كثير من قلق أو والدينهم لأنه هم مصدر الأمان بالنسبة لهم، فلو لاحظوا قلقهم فبالتالي راح نعكس عليهم بدرجة كبيرة. جميل. دكتور عبد الله الفوزان، حتى أنا حتى أوجه لك سؤال بعد الفاصل بتجاوب لي عليه. يعني في ناس الحين قاعدين يتعاطون مع يمكن تنبؤات لهالأزمة يعني سلبية، البعض يرى أنها نهاية العالم، البعض يرى أنها عقوبة إلهية، وهذه الفكرة اللي ينطلق منها في حواره أو جداله، البعض يراها أنها خدعة اقتصادية، البعض يراها يعني أنها مدبرة، أيا كانت هذه التفسيرات أو ما تؤثر على الناس، كيف يتعاملون معها بعد الفاصل؟ يا أهلا فيكم من جديد، وجدد الترحيب بضيوفي عبر السكايب الدكتور عبد الله الفوزان والدكتور مشعل العقيل والدكتور محمد الحاجي. دكتور عبد الله، حتى يعني حتى الأستاذ بإمكان حتى الزملاء يتشاركوا معنا في النقاش، وودي حتى نخصص يعني يمكن أهم نقطة في الجزء الأخير عن دروس إيجابية قاعدين نتعلمها من الأزمة. لكن دكتور عبد الله، بمنك تعليق وتعقيب حول إنه في الأزمات تكثر الشائعات اللي تملأ يمكن فراغ الأسئلة في عقولنا، والبعض ممكن حتى صار يعطي تحليلات للبحث عن مسببات وتكهنات بنهاية العالم، بتغير اقتصاد العالم وأزمة اقتصادية بتكون يعني قاتلة، البعض يتحدث عن مؤامرة، كلها تأويلات. كيف تنظر لها يا دكتور، ومدى يعني تأثير هؤلاء؟ أخي خالد، إذا تأذن لي بس فقط في موضوع القلق الذي تحدث عن الزملاء قبل قليل، فقط أريد أن أقول أني وأنا أقرأ في أدبيات كورونا وأثرها على الأفراد والأسر، ويقول الدراسات بأنه كل ما زاد معدل القلق كل ما انخفض مستوى المناعة لدى الإنسان، بمعنى أنه مناعة الإنسان تضعف كلما فقد الطمأنينة وزاد القلق لديه. فلذلك نحن ولله الحمد من هذه النقطة من حسن الحظ بأننا ننتمي إلى دين إسلامي دائما يعطينا الطمأنينة، دائما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لدينا إرث هائل جدا في شريعتنا مما يجعلنا نؤمن بالقضاء والقدر، وأنه إن شاء الله تعالى إن مع العسر يسرا. هذه الأمور يجب أن فعلا تكون حاضرة في أذهاننا حتى لا نصل إلى درجة الهلع والقلق والأمراض النفسية وإلى آخره. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أقداره، وهذه الحمد لله من مزايانا كمسلمين. هذا أولا. بالنسبة لسؤالك بارك الله فيك، طبعا هذه نسميها حنا uncertainty، اللي هي حالة لا وضوح، حالة أن الناس لا تعرف حقيقة متى ستنتهي هذه ولماذا حدثت وإلى آخره. وبالتالي طبعا في هذا الوضع تكثر التأويلات وتكثر التفسيرات وتكثر التحليلات وإلى آخره. لكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا أنظر للمسألة على أننا أمام حقيقة اسمها فيروس كورونا. هذه قضيتي. طيب، كل ما يهمني بأن أنا أعلم بأنه هذا لا شك أنه يعني وباء يجتاح العالم كله يجب أن يعمل معا لمعالجته. أما قضية أني أنا أشغل ذاتي بكيف حدث ولماذا حدث وهل هي عقوبة من الله وهل هي نهاية العالم وهل هي وإلى آخره، أنا أعتقد أنه هذا نحن أحوج ما نكون سواء مع أنفسنا أو مع أطفالنا بأن فعلا نقدم الصورة الإيجابية وأن نكون فعلا نموذج إيجابي ينظر للمسألة على أن بإذن الله تعالى ستنتهي، لا شيء يدوم بإذن الله. سوف بإذن الله تنتهي حتى لا نزيد من معدل القلق لدينا والقلق لدى المحيطين فينا. فلذلك لنركز على هذه القضية، لنبحث حولها ونأمل من الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى
طيب عن قريب إن شاء الله. الدكتور مشعل أريد تعقيب منك على هالنقطة، كيف يمكن نأخذ بأسباب يعني الاحتراز والصحة النفسية مثل ما قاعد البعض يمكن يأثر عليه إن يكون عنده خوف أو هلع سلبي قد يؤثر عليه حتى يمكن على مناعته مثل ما ذكر بعض الأطباء؟ طبعا في نقطة معينة بس موضوع المناعة بس إنه أوكي تتأثر، لكن بس ما ودي إنه كمان حالة الهلع تزيد إنه ممكن تؤدي إلى خلنا نقول الإصابة بالكورونا. ما في شيء مثلا لحد الآن أبحاث ظهرت تقول والله إنه الأشخاص القلقين أكثر مضاعفات كورونا من الأشخاص العاديين، لكن برضو المناعة تتأثر بالحالة النفسية بشكل عام. النقطة الثانية إنه يحتاج إنه إحنا نستوعب إنه الدعم الاجتماعي دائما تتكلم عنه الأبحاث سواء على الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأزمات، وحاليا يظهر الدعم الاجتماعي وأهميته بشكل كبير. كثير من الأحيان كان عندنا لو رجيت لأحد وقلت له تخيل إنه كذا حياتك بتكون بعد شهر يقول مستحيل ما أقدر، لكن يمكن هذا درس كان لنا مع كورونا إن ترى إحنا قادرين على أشياء كثيرة كنا نتوقع إن مو قادرين عليها، مثل بعض الناس اللي مثلا الاستراحات اليومية، المطاعم بشكل صحيح يومي صحيح، التسوق بشكل يومي. نعم. لكن حاليا إحنا قادرين على البقاء بالمنزل والاستثمار الوقت اللي إحنا ممكن نكون فيه داخل طيب المنزل. دكتور محمد الحاج أخيرا، ما هي يمكن أهم درس إيجابي قاعدين نتعلمه من هالأزمة لتغيير سلوكنا وعاداتنا حتى المجتمعية؟ أعتقد في الجائحات والأزمات تقل الفجوة. نعم. عن الفرق في مجتمعنا السعودي، بما أن الحديث عن الجوانب الإيجابية إن شاء الله في هذه الحلقة هو كثرة المبادرات كثرة التضامن والشعور الجمعي بالمصير المشترك. هذا الإحساس جميل جدا عندما يستشعر به الفرد كثيرا أن نحن نواجه تهديد، فبالتالي زادت لدينا المبادرات المجتمعية، وأدعو للمزيد من المبادرات. جميل. طيب حسب تخصص. نعم دكتور. مؤسسة العنود الخيرية للصحة النفسية. الله يعطيك العافية دكتور محمد الحاج، والمبروك حصولك على درجة الدكتوراه. شكرا دكتور عبد الله الفوزان أمين عام مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني وعضو الشورى، كذلك شكرا للدكتور مشعل العقيد استشاري الطب النفسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كذلك أنتم متابعتكم مسؤوليتكم، احنا معكم دوما. تواصلوا معنا عبر إما حسابنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتنا، أو كذلك عبر رقم الهاتف اللي يظهر لكم. هذه الأزمة يعني بإذن الله ستمر، هذه الأزمة كما مرت أزمات من قبلها ستترك وراءها خسائر، وكذلك ستعلمنا الكثير من الدروس والعبر وتجعلنا أقرب لبعضنا البعض أكثر مما كان من ذي قبل، ستجعلنا فعلا على هم واحد وقلب واحد. الإنسانية كلها توحدت لأجل مواجهة هذا الفيروس اللي يهددهم، فما بالك إحنا كمجتمع كمؤسسات كأفراد أننا نكون مع كل الجهود قاعد تبذل حتى الحكومية لأجل نكون دوما قلبا واحدا إن شاء الله. وسنتعلم كثيرا من هذه الدروس، وبرزنا ولله الحمد كدولة متقدمة في إدارة الأزمات، والباقي مسؤوليتنا حنا كأفراد ومؤسسات كمان.